أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق، والبداية بأبرز العناوين. مجلس الأمن الدولي يحمل ميليشيات الحوثي مسؤولية الفشل في عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة. الحكومة تطمئن الشركات الأجنبية العاملة في اليمن وتعد باتخاذها التدابير لحمايتها من التهديدات الحوثية. منطقة رسب تشهد مسيرة سلمية تطالب برحيل المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت. أهلا بكم. حمل مجلس الأمن الدولي الحوثيين مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق هدنة في اليمن. من جانب آخر، أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي عن فرض عقوبات على 3 أشخاص تابعين للميليشيات لتورطهم في أنشطة إرهابية. بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي حمل في ميليشيات الحوثي مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق هدنة في اليمن، مشددا على أن مطالبهم المتطرفة في الأيام الأخيرة من المفاوضات لتمديد الهدنة في اليمن عاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في الاتفاق، مما يخاطر بعواقب سلبية، ومؤكدين ضرورة تجنب استئناف الأعمال العدائية داخل اليمن وكذلك الهجمات داخل المنطقة وعلى البحر الأحمر. ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل الأطراف اليمنية ولا سيما الحوثيين إلى الامتناع عن الاستفزاز وإعطاء الأولوية للشعب اليمني والعودة إلى الانخراط البناء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة. وجددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مشددين على أن التمديد سيوفر أيضا فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وفي نهاية المطاف إلى تسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. وأفادوا بأن العودة إلى الدخول في مفاوضات وإعادة الهدنة هي الطريق نحو إنهاء هذه الحرب بشكل دائم وحل أزمات اليمن الإنسانية والاقتصادية، مشيرين إلى الخسائر الكبرى المترتبة على إنهاء التهدئة وفي مقدمتها الشعب اليمني، وأعربوا عن قلقهم العميق من الخطاب الذي يهدد عمدا المفاوضات والإجراءات التي أعاقت الاستقرار الاقتصادي في اليمن. من جانب آخر، أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي مؤخرا عن فرض عقوبات على 3 أشخاص تابعين للميليشيات الحوثية لتورطهم في أنشطة إرهابية. أوضح المجلس أنه تم إدراج أحمد الحمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة للحوثيين، وكذلك برنامج الطائرات بدون طيار لأنشطته ودوره في الجهود العسكرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن. كما أدرجت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي منصور السعادي، وذلك لدوره كرئيس أركان القوات البحرية الحوثية، وهو الذي دبر هجمات مميتة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، بالإضافة إلى مطلق عامر المراني، وذلك لعمله نائبا سابقا لرئيس جهاز الأمن القومي للحوثيين، وأشرف على معتقلي الأمن القومي الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة واعتقال العاملين في المجال الإنساني والتحويل غير القانوني للمساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية لمحاولة تمديد الهدنة في اليمن. وجاءت تصريحات بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية تشيلي أنتونيا أوريخولا بحسب ما نقلت وزارة الخارجية الأمريكية. وأتى ذلك فيما حمل المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ ميليشيات الحوثي مسؤولية عرقلة تمديد الهدنة الأممية في البلاد. دعت الحكومة الشركات والوكالات الملاحية العاملة في اليمن إلى الاستمرار في عملها وعدم الالتفات لما ورد من تهديدات الميليشيات الحوثية. وأكدت الحكومة تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للشركات الأجنبية العاملة في اليمن. طمأنت الحكومة الشركات والوكالات الملاحية الأجنبية العاملة في اليمن بالتعاون معها لمواجهة أي طارئ من التهديدات الحوثية باستهدافها.
وكانت ميليشيات الحوثي قد هددت عقب انتهاء سريان الهدنة ورفضها لمقترح الأمم المتحدة بتمديدها لستة أشهر إضافية وتوسيع بنودها. الشركات التجارية المحلية والأجنبية العاملة في المجال النفطي وشحن النفط الخام باستهدافها والهجوم على مواقعها، وطالبت بمغادرتها اليمن. ودعت وزارة النقل في عدن في خطاب لها الشركات والوكالات الملاحية إلى الاستمرار في أنشطتها وعدم الالتفات لتهديدات ميليشيات الحوثي. وقالت الوزارة إن المذكرات الصادرة عن ميليشيات الحوثي غير قانونية، كما عبرت عن تقدير الحكومة للشركات والوكالات الملاحية وحرصها الدائم للتنسيق والتعاون معها لمواجهة أي طارئ، وأكدت على عدم سماحها بأي أضرار قد تسببها تلك التهديدات. من جانبها قالت وزارة النفط والمعادن في عدن إن المخاطبات الصادرة عن ميليشيات الحوثي الانقلابية المتضمنة تهديدات للشركات العاملة في القطاع النفطي يكشف حقيقة الميليشيات الإرهابية المتمردة على الإرادة المحلية والقرارات الدولية. ودعا مصدر مسؤول في وزارة النفط الشركات الإنتاجية والاستكشافية إلى الاستمرار في عملها وعدم الالتفات لما ورد من تهديدات على لسان ميليشيات الحوثي، كما أكد المصدر على تقديم الوزارة كل أشكال الدعم والمساعدة للشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي والتعديني وتذليل الصعوبات التي تواجهها للاستمرار في أعمالها وفقا للاتفاقيات والعقود الموقعة مع الحكومة. دفع حزب الإصلاح بميليشيات جديدة لواجهة المشهد في البلاد تحت اسم قوات الطوارئ، وقد ظهرت بعد 4 أشهر من توجيه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بإيقاف تأسيسها. أثارت مؤخرا قوة إخوانية سبق ووجه المجلس الرئاسي بوقف تشكيلها الكثير من الجدل لدى اليمنيين باعتبارها ميليشيات لتفخيخ الإجماع والتوافق في سدة حكم البلاد. وكشفت المصادر أن هذه القوة الجديدة دربت في مقر الشرطة العسكرية بالجبهة الشرقية لتعز، وقد تم استقطاب أفرادها منذ مايو الماضي في معسكرات خاصة في مديريات الحجرية ومدينة تعز. واستعرض الإخوان مؤخرا الكتيبة الأولى من ميليشيات الطوارئ، وذلك جنبا إلى جنب مع عرض عسكري لقوات موالية للإخوان، لكنها تخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وذلك تمهيدا لدمجها بالقوة فضلا عن إعلان صريح بدخول هذه القوة خط معركة التنظيم الإرهابي. تمثل هذه القوات خنجرا إخوانيا لتصميم توافق اليمن وتنفيذ أعمال إرهابية واستهداف الخصوم السياسيين والعسكريين في مناطق عديدة، كون هذه الميليشيات يتم تدريبها على مختلف أنواع الأسلحة وعلى مهام هندسية تتعلق بالتفخيخ والعمليات الإرهابية. ويرى مراقبون بأن الكتيبة التي ظهر أفرادها يرتدون الأقنعة بزعم أنها قوة الطوارئ هي في الحقيقة وجوه إرهابية تتستر بالأقنعة لإخفاء أعمال النهب التي تمارسه بتعز. وكشفوا عن أن هذه القوة تم اختيار أفرادها بعناية شديدة، وجلهم من المرتبطين ارتباطا كليا بالفكر الضال والإخواني وتعاليم الإرهاب، حتى إن من تم تعيينه لقيادتها هو الإرهابي محمد سالم الخولاني، أحد المقربين من الزنداني والذراع الثانية للزنداني بعد عدنان رزيق. هذا وقد أكد خبراء أن تعز ستبقى وكرا للإرهاب يهدد المناطق المحررة في الجنوب، ويعمل على شل حركة الدولة ما لم تتدخل رئاسة بحزم للمخططات الإخوانية المدعومة إقليميا. شهدت منطقة رسب بمديرية ساه مسيرة حاشدة سلمية يتقدمها أعضاء الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت وعدد من الشخصيات الاجتماعية بمشاركة جمع غفير من المواطنين. المشاركون في المسيرة يطالبون برحيل المنطقة العسكرية الأولى وتجنيد أبناء المحافظة ونقل مكاتب النفط إلى حضرموت. منطقة رسب الغنية بالنفط والمعادن بوادي حضرموت أطفالها يبحثون عن ألف باب لمستقبلهم. هؤلاء الأطفال المحرومون في الحرب يولدون وفي المسيرات يكبرون، أحلامهم البريئة تنادي بأصوات خجولة ترجو التغيير.
المنطقة الأولى تحرس العيش بأمان. أن الأرض أرضنا والنفط في أرضنا والامتياز حقنا ونحن مظلومين، وغيرنا يجون في الباصات ومن مناطق أخرى يستلمون الملايين ونحن مظلومين. رسب منطقة الإنتاج النفط الكبرى، مواطنوها لا يذوقون نفطها ولا يشعرون بأمن جيشها، واليوم ينشدون التغيير ويطالبون بالخلاص من منطقة أولى وشركات نفطية حرموا من خيراتها. شعلة النفط تضيء الأفق في حين أنهم لا يجدون قبس نور يهديهم لغايتهم. مفارقات الزمن جعلت شيبتهم حائرة وطفلهم تائها في منطقة خيرها مستقر بها. مطالبنا ترحيل المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت إلى مجافة ميليشيات الحوثي وليس عندنا هنا، ونستبدلها بالنخبة الحضرمية وبمقدارها 25,000 من أبناء حضرموت الوادي والصحراء. ونطالب جميع الشركات هنا للنظر للمناطق، هذا مناطق الامتياز، لأن المناطق تلوثت بأمراض السرطان والفشل الكلوي ومرض القلب، وأكثر المواطنين متضررين من هذه الشركات. رسب موقعها الاستراتيجي وثرواتها الباطنية كفيلة بتحويل ليلها لصباح، لكن لم يمسها غير النصب والوصب، وأبناؤهم يدفعون ثمنا باهظا لعيشهم فيها، وامتيازهم النفطي كاد أن يقضي على ما تبقى من زهرة طفولتهم، رغم أنهم في جنة لكن لم يذوقوا نعيمها. محمد بحفين، الغد المشرق، منطقة رسب. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. المكلا تشهد اختتام المعرض الفني مارالوجيا لإبراز المعالم الأثرية والتاريخية في المدينة. أهلا بكم من جديد. بحضور عدد من مسؤولي السلطة المحلية بمحافظة شبوة، أقامت منظمة شباب شبوة بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ألبرت الألمانية ورشة تدريبية لعشرين متدرب من القيادات والكوادر النقابية بالمحافظة. 20 متدربا من القيادات والكوادر النقابية تشارك ولمدة 3 أيام في ورشة عمل بناء قدرات نقابات العمال حول العمل المؤسسي وبناء التحالفات، والتي تنظمها منظمة شباب شبوة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ألبرت الألمانية. اليوم نحن في عتق عاصمة محافظة شبوة لعقد هذه الورشة للقيادات النقابية من الصف الأول والثاني. كما تعلم أنه النقابات بحاجة لبناء قدرات كي تلعب دورا فعالا للدفاع عن حقوق منتسبيها من العمال والموظفين، وبالتالي حتى يتمكنوا من هذا من الدفاع عن هذه الحقوق لابد أن تبنى قدراتهم بشكل أمثل. هذه الدورة تنظم من قبل منظمة شباب شبوة بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية، وتستهدف 20 مشارك من اتحاد النقابات على مستوى المحافظة. تأتي هذه الدورة لإكساب المشاركين خبرات ومعارف ومهارات في العمل النقابي. المسؤولون في السلطة المحلية أكدوا على أهمية انعقاد هذه الورشة حتى تكتسب القيادات والكوادر النقابية قدرات إضافية في قيادة العمل النقابي، ومن ثم تتمكن من الدفاع عن حقوق العمال. نحن في اتحاد شبوة أو في نقابة شبوة استهدفنا النقابات حديث التشكيل، ومن ضمنها بعض الجانب التحضيري اللي زال تحت التأسيس من أجل الاستفادة، من أجل اللي يكونوا مستفيدين وطلعوا. أغلب اللجان، رؤساء اللجان وأمين عام اللجان الذي تم إشراكهم في النقابات هم مستحدثين وليدي عهد. نشكر مؤسسة فريدش الألمانية أبريت الألمانية ومنظمة شباب شبوة القيام بهذه الدورة، وهي تعتبر البنية الأساسية لمشوارنا النقابي، وكمان نشكر اتحاد النقابة في شبوة، وإن شاء الله نحن نكون لنا هدف، ويعني ما ناخذه اليوم نطبقه على أرض الواقع في النقابة.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش في عدد من المحافظات المحررة تمولها المؤسسة الألمانية لتدريب القيادات النقابية من الصف الأول والثاني على الدليل النقابي الذي يعد مرجعية للعمل النقابي. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق محافظة شبوة. اختتم في مدينة المكلا المعرض الفني مارالوجيا والذي نظمته أكاديمية ملتقى الفن بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين. المعرض يهدف إلى إبراز المعالم الأثرية والتاريخية على مستوى البلاد بطريقة جديدة. التفاصيل في هذا التقرير. مارالوجيا ليست شقيقة مدينة زابوروجيا الأوكرانية التي وقع الروس على انضمامها للاتحاد الروسي، بل هي فعالية فنية تحتضنها مدينة المكلا. أبطالها فنانون مبدعون من عدد من محافظات البلاد. اسم المشروع تحت اسم مارالوجيا. مارالوجيا وهو مكون من شقين، اللي هو ميرور أي المرايا، واللي هي العنصر الأساسي لدينا في المشروع والمعرض، ونستالجيا التي هي معناها الحنين للماضي، فدمجنا الكلمتين مع بعض تحت اسم مارالوجيا اللي هي توصف المشروع. الحنين للماضي أهم المعالم السياحية والأثرية في 30 لوحة فنية، من دم الأخوين في سقطرى وناطحات السحاب في شبام وحبان بشبوة، وصولا إلى ساعة بيج بن في عدن. طبعا هذا المعرض ما شاء الله تم استضافتنا احنا من عدن بعد محافظات اليمن، ما شاء الله معرض جميل جدا، وكان تجربة المعرض عن رسمة في الزجاج، رسم الزجاج، ونحن أول مرة نرسم في الزجاج، لكن عملنا بعض سكتشات بسيطة في الزجاج من قبل، لكن تجربة جميلة جدا كانت. شيء جميل كده، حاجة غريبة يمكن، إنه الرسمة هي عبارة عن إطار، وحاجة جميلة زي ما نشوف إنه أشياء تراثية من اليمن كامل، وخصوصا حضرموت بساحله وواديه، فشيء جميل انه نشوف فكره هكذا خارج الصندوق في مكان لطيف يعني زي كذا. شاركت في 6 لوحات، من ضمنها الجزء منها يوحي بالتراث عن شبوه وعن الوعل وعن الصقر وعن تراث يمني كالمهره دم الاخوين عفوا، واشياء نموذجيه تدل على التراث القديم. هذا المعرض الذي نظمته أكاديمية ملتقى الفن شهد إقبالا لافتا من الزوار. الإقبال يؤكد الاهتمام المجتمعي بالفن التشكيلي كواحد من الفنون التي يجب على الجهات المعنية الاهتمام به وبالقائمين عليه. لقناة الغد المشرق، حسن بالبحيث، المكلا. سجلت وزارة الصحة الروسية رسميا أول دواء مضاد لمرض الجدري، ويمكن استخدامه ضد فيروس جدر القردة وفيروس جدر الأبقار، وهو مخصص للأشخاص من 18 عاما وأكثر. وذكرت الوزارة موانع استخدام هذا الدواء هي فرط الحساسية لمكوناته وعدم تحمل اللاكتوز، وكذلك فترة الحمل والرضاعة. وتجدر الإشارة إلى أن جدر القردة هو مرض معدٍ يصيب الإنسان والحيوان، ومن أعراضه الحمى والتسمم العام وظهور طفح جلدي. حقق الأمريكي باري شاربلس الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بجائزة نوبل للكيمياء مرتين، وبات شاربلس خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين، إذ سبق له أن حصل على جائزة الكيمياء في عام 2001 لاكتشافه في تقنية الحفز غير المتماثل. وكوفئ الباحث الأمريكي المقيم في كاليفورنيا وزميله الدنماركي مورتن ميلدال البالغ من العمر 58 عاما على عملهما الرائد في الكيمياء النقرية. أحيلت تذكرة مترو باريس التاريخية الشهيرة المصنوعة من الورق المقوى إلى التقاعد بعد 120 عاما في الخدمة. وكانت المواصلات الفرنسية تسعى في بادئ الأمر إلى إلغاء الحزم المكونة من 10 تذاكر مترو بحلول منتصف 2020، ثم إلغاء التذكرة الموحدة للنقل سنة 2021 والاستعادة عنها ببدائل رقمية، لكنها اضطرت إلى التأجيل حتى 2022 بسبب جائحة كورونا. نهاية النشرة، تذكيرا بالعناوين.
مجلس الأمن الدولي يحمل ميليشيات الحوثي مسؤولية الفشل في عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة. الحكومة تطمئن الشركات الأجنبية العاملة في اليمن وتعد باتخاذها تدابير لحمايتها من التهديدات الحوثية. منطقة رسب تشهد مسيرة سلمية تطالب برحيل المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت. للمزيد من الأخبار تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.